والله أنا سعيد جدا بهذه التجربة اللي بتعقد على هامش مؤتمر النوبة، وبيشارك فيها جمعية النوبة مع جمعية المحافظة على التراث المصري برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد الراهب. وأنا شايف النشاط الحقيقة متنوع جدا، بين مشغولات يدوية، بين فنون تشكيلية من تصوير ونحت وخزف، والأعمال المقدمة الحقيقة فيها شكل احترافي، يعني فيها مستوى فني عالي جدا. النوبة طبعا جزء أصيل مصري، وهو اللي عمل لنا الكونكشن أو الوصلة بيننا وبين السودان، لأنه أنت عارفة أنه جزء كبير من النوبة بيمتد بين حدود المصرية للحدود السودانية، والعلاقة دي استمرت لفترات كبيرة جدا جدا، وهي اللي حمت مصر من حاجات كتيرة قوي، سواء هجوم أو سواء مجاعة المية والمشاكل اللي هي كانت تحصل على منابع النيل. لكن للأسف الثقافة النوبية أصيبت بتجاهل شديد جدا من وسائل الإعلام ومن الجهات التنفيذية ومن حاجات كتيرة جدا. للأسف دوت انعكس على النوبيين، وابتدوا يتقوقعوا ويحسوا ان هم مهمشين، فعشان كده ما كانش في انتشار كبير للثقافة النوبية. الحقيقة النوبة زي سينا الحقيقة، يعني الاثنين مهملين في يعني وجودنا منذ فترة طويلة جدا، ومهمشين للغاية، ولكن أعتقد في الآونة الأخيرة بدأ الاهتمام بالنوبة وبسينا أيضا. ويعني نحن حتى في المؤتمرات زي مؤتمر الثورة والثقافة، أول ما نظرت في الأسماء أول شيء طرأ في ذهني لابد أن يمثل كتاب ومفكري من النوبة ومن سينا فيه. وكلمنا حجاج أدول وكلمنا آخرين من سينا ليمثلوا في هذه الفعاليات. ده عمق حضاري لمصر، بل هو أصل مصر، يعني فمن الظلم، بل من يعني عاوز أقول من عدم الحصافة إن إحنا نهمل هذا التراث وهذا البعد، ليس فقط بعد تاريخ جغرافي وإنما هو بعد تاريخي أيضاً.